أهلا بكم. مهرجانات فلكلورية ومتاحف غريبة وحرف يدوية هي مواضيع حلقتنا لهالأسبوع. رح نزور أكبر مهرجان بيجمع القبائل السودانية ومنه إلى أحد المتاحف الغريبة في فيينا، ورح نختم حلقتنا بزيارة لجزيرة الزجاج الملون. العالم من حولنا وحلقة جديدة. أهلا بكم من جديد. 99 قبيلة سودانية بيجتمعوا على الرقص الفلكلوري والغناء التراثي والأزياء الشعبية بمهرجان النوب السنوي. أجواء إفريقية جميلة بيتخللها إيقاعات ضرب الطبول ومسابقات وفقرات عديدة. كل التفاصيل مع زميلنا محمد أبو العمرين. إيقاعات إفريقية خالصة وغناء يلهب المشاعر ورقصات ترسم لوحة بنمق إفريقي عريق وطبول ليست نداء للحرب كما كانت في السابق بل إذانا باجتماع 99 قبيلة من جبال النوبة السودانية حول ثلاثية الرقص والغناء والأزياء التقليدية. هنا في مدينة أم درمان يقام مهرجان النوبة السنوي الذي يشكل معرضاً لموروثات ثقافية تتوارثها المجتمعات المحلية جيلاً بعد جيل وشكلت ملمحاً ثقافياً مهماً يهدف إلى تماسك تلك القبائل والحفاظ على العادات والتقاليد المميزة من الاندثار باعتبار أن شعب النوبة بات يعيش على النسق القبلي المتطور مع تطور الحياة بعد ماض كانت للحروب المتوالية فيه بصمة في تاريخ قبائل النوبة. بسبب النزوح إلى المدن ونسيج المجتمعات الكانت متماسكة يعني حصل لي تفكك والناس جاءت المدن وبسبب وجود الناس في المدن بدأت الثقافات تندثر ثقافاتهم وتراثهم وحتى لغاتهم فلو استمر الأمر كذلك تجي يوم أنه النوبة حيبقى اسم فقط ورأينا أنه نقيم هذه المهرجانات عشان نعيد ثقافاتنا ونحييها. تتنافس جميلات القبائل على لقب ملكة جمال جبال النوبة وهي مسابقة دورية تقام مع كل مهرجان شروطها أن تتحدث الفتاة 50 لهجة من لهجات النوبة وأن تكون لها مشاركات سابقة في دور ريادي وتوعوي وعدم استخدام كريمات تبييض البشرة وارتداء السكسك التقليدي لتزيين القدمين ثم الرقص على إيقاعات نوبية في ميدان أمام الحاضرين في موكب يسمى موكب الملكات. إذا اختاروني كملكة جمال النوبة فهناك الكثير من الأمور في ثقافتنا سأعمل جاهدة على تغييرها كاستخدام مساحيق التجميل لتبييض البشرة ومساعدة الفقراء والعمل على نشر فكرة السلام والتعايش بين جميع قبائل النوبة. كان هذا النوبي مميزاً بعرسه الذي اختار له يوماً ليس كغيره من الأيام
فهو ليس احتفالا بالعرس بالطريقة النوبية التقليدية وحسب، بل وحصلت العروس على فرصة الجلوس والتقاط الصور التذكارية مع الملكات. قبائل النوبة السودانية سحرت العالم بالأداء الجميل الذي لم يدرسوه في المدارس أو الجامعات، بل هو تراث مقتبس من البيئة التي يعيشون فيها وتوارثوه جيلاً بعد جيل. تحت ظل الجبال التي يعيشون فيها، والبالغ عددها 99 جبلاً بعدد قبائل النوبة، حيث يطلق على كل قبيلة اسم الجبل الذي تعيش فيه، ويمكن التمييز بين القبائل من أشكال وألوان الأزياء التي يرتدونها. ثقافتهم أنا عارفها مع عادات وتقاليد، برغم مولودة هنا في الخرطوم يعني مشيت البلد والجبال هناك قعدت وشفت العادات والتقاليد والرقصات دي كلها، يعني الثقافات دي كلها عارفها كمان. يا أخي فرقتي طبعاً متميزة، يعني التميز بتاعها لأنه قومية من كل قبيلة، يعني ما بتاعت قبيلة معينة، وأي زول جاء من القبيلة دي جاب الشيء حقه، يعني إحنا بنمثله كله، يعني بنعمله شغل قومي، فنحن بنحب القومية. يعني الفرقة بتاعتي دي الجميل فيها لأنه كل أطراف السودان فيها، حتى الغريب والشرق والشمال. تبقى شعوب قبائل النوبة واحدة من المجتمعات الأصيلة الذين يتوارثون ثقافة لم يغيبها الدهر، تبقى تحاكي الطبيعة من خلال الرقص والأزياء والغناء للأبطال الأقوياء والشجعان، أو ما يسمى بلغة النوبة توسوماتي كيري أو غناء الفخر. هواية سيدي نمساوي تحولت إلى شغف أدى إلى إنشاء معلم فريد من نوعه في مدينة بادن الملاصقة للعاصمة فيينا، متحف يضم مجموعة كبيرة من الدمى وألعاب الأطفال اللي بتشكل خط زمني لبداية صنع الدمى وتطورها عبر الزمن. تفاصيل أوفى بهالتقرير. نحو 25 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة النمساوية فيينا، تستقبلك الطبيعة بألوان متباينة. هنا مدينة بادن، المقر الصيفي للإمبراطور فرانز يوزيف الأول، مدينة استقطبت العديد من المشاهير على مر التاريخ، وتحتوي على مبان أثرية ومنتزهات وحدائق غناء. من الأماكن السياحية الغريبة التي تتميز بها مدينة بادن هو متحف الدمى، الذي يحفظ بمساحته الصغيرة أرشيفا ضخما لتاريخ الدمى، ويغطي مساحة زمنية طويلة تبدأ من تاريخ أوروبا القديم مرورا بعصر الحروب وصولا إلى يومنا هذا.
يحاول المتحف أن يظهر يوميات الناس وكيف كانوا يعيشون في عصور خلت عن طريق مجموعة كبيرة من مجسمات المنازل. هنا غرفة المعيشة حيث نشاهد أدق تفاصيل العائلة من طعام وشراب وأثاث. وهنا تجلس الأم وتقرأ قصة ما قبل النوم لطفلها المستلقي على السرير. كما تجد هنا العديد من المجسمات للمحال التجارية، وتركز هذه المجسمات على دور المرأة الفعال بالمجتمع من عملها داخل المنزل إلى العمل في المتاجر والمهن المختلفة. تعد مجسمات المطابخ هذه مصدر فخر للمتحف، فبالإضافة إلى دقتها وجمالها وأهميتها التاريخية، فإن هذا الموقد يعمل كموقد حقيقي حيث يمكن إشعال النار فيه عن طريق وقود خاص. والغريب بالأمر أنه في القرن 19 كان يسمح للأطفال باللعب فيه وإشعال النار أيضا. بدأت فكرة تجميع الدمى عام 1968 عندما زارت السيدة هيليجا فيدينجر سوقا للمواد المستعملة، ووجدت كما هائلا من الدمى القديمة والأثرية التي تحتاج إلى القليل من الرعاية والترميم لتعود إلى ما كانت عليه. وبالفعل أنفقت السيدة فيدينجر الكثير من الأموال لتحصل على كمية كبيرة من الدمى جعلتها تستمر بجمعها وترميمها، إلى أن قررت أن تعرض مقتنياتها للعامة. ومع مرور الزمن أصبح متحف الدمى في بادن معلما بارزا من معالم المدينة يتبع بشكل مباشر للبلدية. لقد أسست أمي المتحف خوفا من أن تختفي هذه الدمى على مر الزمن، وما ترونه هنا هو نتيجة 50 عاما من التجميع المستمر، فقد بدأت بشراء دمية أو دميتين في كل مرة، حتى عام 1968 حيث بدأت الأسواق التي تبيع السلع المستعملة بالانتشار. على سبيل المثال في فيينا، كان هناك سوق ضخم لهذا الغرض يحتوي على العديد من السلع الرخيصة والجيدة، وتحولت هذه الهواية لدى والدتي إلى شغف دفعها إلى السفر لجميع المناطق من أجل الحصول على الدمى. وقد قامت بإصلاح القطع الصغيرة مثل مجسمات الأثاث المنزلي وغيرها والألعاب الخشبية وأرسام الدمى، وهذا أمر مكلف للغاية، لكنها نجحت في جعل حلمها يتحول إلى واقع. إنه ليس متحفاً خاصاً، بل يعود إلى بلدية بادن. Wir sind aber kein Privatmuseum, also der Träger des Museums ist die Stadt Baden, aber aufgebaut hat die Sammlung eben meine Mutter. يشكل المتحف كبسولة زمنية تعود بالزائر إلى عصور قديمة، كما تشكل المقتنيات خطاً زمنياً يظهر تطور صناعة الألعاب واختلافها من زمن لآخر، ويعكس هذا الاختلاف التطور الذي طرأ على البشر عبر الزمن. بحسب العديد من المخطوطات، فإن الدمى قد ظهرت في جميع الحضارات القديمة كالمصرية واليونانية والإغريقية، واستخدم في صناعتها مواد متنوعة كالحجر والطين والعاج والشمع والجلود. أقدم الدمى يعود تاريخها إلى ما بين 3000 و2000 سنة قبل الميلاد، وتم العثور عليها في قبور المصريين القدامى. نحتت هذه العرائس من ألواح خشبية مسطحة وطليت بألوان مختلفة مع شعر طويل متطاير نظم من خرز خشبي أو حبال من الصلصال. وفي اليونان القديمة كما في مصر الفرعونية وروما القديمة كانت الدمى تدفن مع أصحابها الصغار في القبور. وكانت هذه الدمى المغرقة في القدم مصنوعة من القماش أو محشوة به محاكة بألوان زاهية من الصوف، ويرتدي بعضها الفساتين الصوفية التي اختيرت ألوانها بعناية.
هناك فرق كبير بين الدمى الحالية والدمى القديمة. الحالية معظمها مصنوع من البلاستيك، لكن في الماضي كانت هذه المادة غير متاحة كما اليوم، فكانوا يصنعون رؤوس الدمى من البورسلان، وهذا ما تشاهده هنا في المتحف كهذه الدمية المثيرة جداً للاهتمام. فرأسها مصنوع من البورسلان، والأجزاء الأخرى مصنوعة من الخشب، وأخرى من الورق المقوى، والشعر مستعار وهو شعر بشري، حيث لم يكن في ذلك الزمن شعر اصطناعي، وكانت النساء تبيع جدائلهن لهذا الغرض. صنعت هذه الدمية مطلع القرن التاسع عشر. في القسم الثاني من المتحف نشاهد موديلات قديمة تعود إلى عصر البيدرمايا عام 1930، والتي صنعت من البورسلان والمعادن والورق المقوى، ولأن هذه المواد سهلة الكسر فتحتم على الأولاد اللعب فيها بعناية فائقة. بسبب ثمنه الباهظ كان هذا النوع من الدمى متاحا للأطفال من الطبقة الغنية فقط. لا تكتمل زيارة مدينة البندقية إذا ما تخللتها زيارة للجزر المحيطة فيها، وأشهرها جزيرة مورانو اللي عرفت عبر التاريخ بصناعة الزجاج الملون. قصتها الجزيرة بالإضافة لمعلومات كتير حول صناعة الزجاج الموراني بهالتقرير. في مدينة البندقية الإيطالية، أكثر ما يشد السياح هي المعالم البارزة للمدينة كساحة سان ماركو ودار الأوبرا والجندولا، لكن يفوت الكثيرون زيارة الجزر الخلابة التي تحيط بالمدينة وتشكل معها لوحة فنية يندر وجودها في مكان آخر على هذا الكوكب. كثيرة هي الجزر التي تحيط بمدينة البندقية كجزيرة كافلينو سان سبيرتو وغيرها، لكن الأكثر شهرة هي جزيرة مورانو التي ارتبط اسمها بصناعة الزجاج الملون. تبعد مورانو عن مدينة البندقية ميلاً واحداً إلى الشمال، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الباصات النهرية التي تعد وسيلة النقل الوحيدة إلى جانب التاكسي النهري. وتعد هذه الجزيرة من أشهر الجزر التاريخية في المنطقة، وتم اكتشافها في العصر الروماني. اشتهرت بصناعة الزجاج منذ عام 1270، حتى باتت هذه المهنة الأكثر انتشاراً في الجزيرة. إنها مذهلة، هذه المرة الأولى التي أزور فيها جزيرة مورانو واستمتعت جدا بالزيارة، إنها جميلة جدا. كنا في البندقية لمدى 3 أيام ويوم آخر في مورانو. أعتقد أنني سأمدد الزيارة يومين آخرين لأتعرف على كل المعالم هنا. أعتقد أنها رحلة العمر. فاجأني انتشار الزجاج في كل مكان وأشكاله الغريبة أدهشتني، وهذه تجربة ممتعة جداً في مكان فائق الجمال. كيفما تجولت في أرجاء هذه الجزيرة الهادئة ستصادف تماثيل الزجاج ومختلف القطع الفنية الملونة، كما ستلاحظ انتشار المحال التجارية التي تبيع كل ما يخطر على البال من قطع زجاجية مصممة على أشكال وهيئات مختلفة، كما تجد الحلي وأدوات الزينة. وتنتشر بشكل كبير هنا صناعة زجاج المصابيح المشكلة بهيئات وأحجام مختلفة، معظمها تنتج في مصنع بولي أند كامبانيا، أقدم مصنع زجاج في العالم. ط
تستقطب مورانو عشاق الفن وهواة جمع التحف، فهذه الجزيرة تعتبر متحفاً كبيراً في الهواء الطلق، وزجاج مورانو كان سراً حرصت البندقية على إخفائه لقطع الطريق أمام المنافسين. وفي القرن 13 منع صانعو الزجاج من الانتقال إلى أماكن أخرى حرصاً على إبقاء سر فن صناعة الزجاج أمراً محفوظاً. لقد استغللت العطلة ووضعت خطة لزيارة مورانو. أنا أحاول أن أكتشف المنطقة وأن أحصل على معلومات عن تاريخها، فهي قديمة جداً. أحاول أن أزور كل الجزر التي تحيط بالبندقية، لكنني سأعود إلى هنا، فهذه الجزيرة مشهورة جداً بصناعة الزجاج. أود أن أزور المصانع والمتاحف ومتاجر الزجاج. أريد أن أكتشف السر وراء شهرتها، وأود أن أكتشف كل شيء عن الجزيرة، فهي جميلة جداً. مع الوقت بلغ التشدد حد منع أي شخص من مزاولة مهنة نفخ الزجاج أو تعلمها ما لم يكن مواطناً مورانياً، وعند القبض على صانع زجاج هارب من المنطقة يدفع غرامة باهظة ويحكم عليه بقضاء 5 سنوات في تجذيف السفن بأقدام مقيدة بالأغلال. رغم كل ذلك هاجر صانع الزجاج بطريقة غير شرعية إلى أماكن أخرى في إيطاليا وأوروبا، وابتدأوا ينافسون مورانو منتجين المصنوعات نفسها بالأساليب عينها. وفي حالات عديدة كان من المستحيل تقريباً تمييز المصنوعات المنتجة في مورانو عن منتجاتهم التي عرفت لاحقاً بالزجاج المصنوع على نمط البندقية. نحن نبيع زجاج مورانو المشهور جداً حول العالم، وتعتمد صناعته على تقنيات تقليدية كالألوان المتوهجة والموزايك. هذه التقنية كانت سرية في الماضي ويمنع بشكل صارم نقلها أو العمل بها خارج الجزيرة. حاول أسلافي أن ينفردوا بهذه الصناعة عن طريق جعلها سرية، وشهرة هذا الزجاج نابعة من الألوان وعبر التاريخ. كانت صناعة مورانو تتميز باستخدام الألوان متعددة في قطعة زجاج واحدة. بقي لزجاج مورانو موقعه الخاص بالرغم من أنه ومع تطور الزمن تطورت تقنيات صنع الزجاج حول العالم. اليوم لم يعد الأمر سراً بالطبع، فصالات العرض مفتوحة أمام الزوار والأفران كذلك، ويتمكن الجميع من مشاهدة عملية صنع الزجاجة التي يبدع الحرفيون فيها. ولا زالت هذه الصناعة إلى يومنا هذا تعتمد على الوسائل البدائية كالتسخين بالأفران الحجرية والتشكيل عن طريق النفخ. الجزيرة قديمة جدا وهي تصنع الزجاج حتى اليوم بطريقة تقليدية. الجميل بالأمر أنه يمكنك زيارة المصانع بكل أريحية والاطلاع على عملية صنع الزجاج منذ البداية وحتى النهاية. مذهلة هذه العملية، خصوصا مرحلة النفخ والتسخين. الميزة هنا أن انتشار محل بيع الزجاج جعل الجزيرة متحفا كبيرا. أعتقد أنني جمعت معلومات قيمة جدا من خلال هذه الزيارة. أهمية جزيرة مورانو التاريخية إلى جانب كونها أكبر مصنع زجاج في العالم واحتوائها على العديد من المباني الأثرية كقصر دامولا جعلها محطة هامة في مخطط الزوار السياحي إلى البندقية. لهون بيكون وصلت حلقتنا للنهاية، بودعكم على أمل أني ألتقي فيكم أسبوع الجاي بنفس التوقيت. إلى اللقاء.